في ظل الظروف اللي العالم بيمر بيها مع ظهور فيروس كورونا، مش غريب جدا ان العالم ينقسم لقسمين. الشعوب اللي صرفت واللي لسه بتصرف على البحث العلمي علشان في حاجات كتير جدا في الكون كله احنا لسه ما اكتشفناهاش. الشعوب اللي طلعت للقمر، اللي اكتشفت الفضاء، اللي قدرت انها تتنبأ بمصير الكون كله بعد سنين كتير هيكون فين. نفس الشعوب دي هتلاقي هي اللي بتطور في التكنولوجيا، هي لاي حاجه بتسهل حياتنا حاليا طالعه من عندهم. الناس بتحاول تكتشف اي حاجه جديده، بيحاولوا يطوروا في التكنولوجيا بتاعتهم على قد ما يقدروا، احنا بس اللي بنستخدم من عندهم الحاجات دي. والشعوب دي ما بقتش كده بالصدفه، الشعوب دي اللي هي مؤمنه بالعلم واللي لسه لحد دلوقتي بيصرفوا على البحث العلمي على قد ما يقدروا. النوع الثاني من الشعوب هي النوع اللي بينتظر النوع الاول ان هو دايما يلاقي حل لاي مشكله تظهر. ما عندناش الابداع وما عندناش الامكانيات الكافيه اللي تمكننا ان احنا نقوم وناخد خطوه او نثبت وجودنا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. قاعدين مستنيين علاج، مستنيين الشعوب التانية اللي اتقدمت عندنا بان هي كانت بتؤمن بالعلم وبتصرف عليه اللي احنا ما كناش بنديله اي اهتمام او ما كناش بنكلف نفسها ان احنا نطور مكانتنا فيه. شعوب ما تفرقش عن النوع الاول باي حاجه، دول بني ادمين ودول بني ادمين، ولكن الفرق الوحيد ان الشعوب اللي من النوع الاول هي اللي قدرت ان هي تطور في العلم بتاعها وقدرت ان هي تصرف عن بحث علمي علشان ينصفهم في ظروف زي الظروف اللي احنا فيها حاليا. شعوب عمرها ما قدرت العلم او البحث العلمي او اديته اي اهتمام او تقدير زي ما قدروا الاسفاف واهتموا بيه. شعوب مغنيين المهرجانات عندهم اشهر وعندهم قيمه اكبر بكتير جدا من الدكاتره والعلماء. احنا اللي عندنا الممثل البلطجي اللي ثروته قد ثروه الدكتور مئات مئات المرات. الدكتور اصلا بالنسبه لي عباره عن ولا حاجه، الدكتور ما يقدرش يعمل عشر اللي الممثل ده بيعمله في الشهر. الناس اللي للاسف التخلف هزمها وكان حديث البلد كلها فتره من فترات هي ازمه الممثل البلطجي الجربان ده مع الطيار، ما كانش في اي سيره كلها على السوشيال ميديا قد الترند ده. احنا اللي جانا وقت كان الترند الاول ورقم واحد في الميديا عندنا هو ازمه مغنيين المهرجانات علشان اتشطب اسمهم من نقابه الموسيقى. كان موضوع مهم جدا، شيء مهم للغايه، كان حديث الناس كلها في كل مكان هو ازاي ان مغنيين المهرجانات مسح اسمهم من رقابه الموسيقيين وازاي هيعيشوا ازاي بعد كده. الجيل اللي خلاص ضاع وما بقاش عنده اي نوع من انواع الوعي، الجيل اللي خلاص بقى بيشوف الاسطوره المعفن ده هو القدوه الاولى ليهم، الاطفال بقى بيقلدوه في الشوارع بيعملوا نفس حركاته بقى هو القدوه الاولى ليهم. غني المهرجانات اللي قدر ان هو يستغل ان الفن بقى في حاله هبوط وقدر ان هو يعمل اموال كتير جدا من ورا دعم الناس اللي للاسف الوعي عندهم راح، يا ريت تكلموه علشان يجي يشوف لنا حل في المشكله اللي احنا فيها. عايز تعرف الناس باظت قد ايه او الناس بقى عندها لا وعي او تفاهه قد ايه، افتح الاب الجميل اللي اسمه التيك توك اللي طلع وشوف الناس بتعيش او بتفكر ازاي. عشان كده ما تستغربش جدا ان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي احنا ما بنعملش اي حاجه، احنا الناس اللي مكتفيه ان هي بتتغرغر بميه مالحه كل يوم. في نفس الوقت الشعوب اللي انا اتكلمت عليها في الاول هي الشعوب اللي بتدرس وبتبحث وشغاله ليل ونهار بحيث ان هم يقدروا يلاقوا حل للفيروس. كل اللي هنقدر نعمله ان احنا نقعد في بيوتنا ونقول هنخليها على الله. بنعمة بالله طبعا، بس افتكر دايما ان الكافر اللي بيعرف يعوم والمؤمن اللي ما بيعرفش يعوم لو غرقوا في البحر الكافر هو اللي هينجو. مش هقول ان احنا وحشين جدا او وصلنا لدرجه جهل لا نهايه، ولكن اقدر اقول ان احنا ابتدينا الى حد ما ان احنا نسمع الكلام، على الاقل الناس دلوقتي كتير قاعدين في بيوتهم. ولكن من ناحيه العلم احنا لا نملك اي شيء يمكننا ان احنا نقدر نكتشف حاجه ضد الفيروس. حاول تعمل بحث عن المعامل اللي ممكن تكون بتطور اي حاجه، انا مش هتلاقي اي حاجه زي كده خالص. يمكن يكون عندنا رعايه طبيه كويسه الى حد ما او ابتدت تكون كويسه، لكن مفيش اي حد عنده الامكانيات يقدر ان هو يطور بيها لقاح ضد الفيروس ده. لكن من ناحيه البحث العلمي مش هتلاقي اي معامل هنا بتطور في اي حاجه خالص، وده شيء طبيعي جدا لان احنا لفتره طويله جدا الحاجه الوحيده اللي كنا بنطور فيها هي الافلام التافهه والاسفاف اللي احنا كنا بنعمله. الجيل ما عندوش وعي لانه اتربى وطلع لقى الحاجات دي على التلفزيون وابتدى ان هو يقلدها ويتعلم منها. ده ممكن يكون درس مهم جدا ربنا بيبعته لنا علشان نبتدي ان احنا نفوق ونصحى. راتب الدكتور او العالم او قيمته مقارنه بممثل او مغني مهرجانات تافه لا يذكر. لازم نبتدي ندي اهتمام للدكاتره والناس اللي ممكن تنقذنا في ظرف زي اللي احنا فيه دلوقتي. انا ما اعتقدش ان دي نهايه العالم، لان قبل نهايه العالم في 10 علامات كلنا عارفينها المفروض انها تظهر والحمد لله لسه ما ظهرتش. ولكن دي ممكن تكون نهايه العالم لو ربنا ناوي ان هو يستبدلنا كلنا بجنس بشري جديد. لازم نفوق.